دائما تتميز مع تواجد شعاراته وهجن ابناء القبائل. اتقدم مع المركز الاول، اتابع الصداره في هذه اللحظات. عزاوي على المركز الاول، علي بن سعيد بن سالم الزرعي من يقدم عزاوي على المركز الاول. النقله على المركز الثاني، اتابع تنبيه القادمه محمد بن سالم بن محمد بالضبيعه الاكتبيه القادم هنا مع انطلاقه تنبيه على المركز الثاني، النقله على ثالث المراكز والتقدم في هذه اللحظات من الشايبه القادمة بشعارها المنازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والمركز الرابع وصلت في هذه اللحظات حظ القادمة سيب الراشد بن عبيد بن دغيش الاشتبي القادم هنا مع انطلاقة حظ. والمركز الخامس، الحرة خليل بن سيب بن أحمد بن خريدة القادم هنا مع انطلاقة وتحديات الحرة. سادس المراكز، المدينة زايد قادمين مع انطلاقة هنا قمة محمد بن زايد بن محمد المنصوري. والمركز المركز السابع في هذه اللحظات انطلاقة وتدخل شعار المايدية سالم بن حمد بن سلطان المنصوري. ما شاء الله كوكبة سباعية هنا تنطلق مع انطلاقة دائما الانتصارات، والمدرج الواحد بالفعل يحمل هذه التحديات، هذه الانطلاقات. نكمل هنا النداء مع انطلاقة ثامن المراكز والتواجد من نوادر القادمة. خميس بن فايل بن حمد الزرعي القادم مع نوادر المركز التاسع، وتابع القدوم من سرابة علي بن سالم بن سليم الاكتبي القادم هنا مع سرابة على المركز التاسع. وعاشر المراكز اختم النداء هنا مع انطلاقة بروك غانم بن مسفر بن غانم المنصوري، من يعلن هنا قدوم بروك على عاشر المراكز وتواجد هذا الشعار هنا مع هذه الانطلاقات والتحديات. عودتنا إلى المركز الأول، عودتنا إلى الصدارة، عودتنا هنا مع الانطلاق من الشايبة اللي غيرت واحتلت المركز الأول، الشايبة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم الشايبة. تبغي النقطة الثانية لهذا الشعار وتبغي السلام لها المنازف من يتابعون ويراقبون هذا الانطلاق. المركز الثاني القادمة تنبيه، أحد القادمين هنا والمنطلقين قادمين مع انطلاق التنبيه محمد بن سالم بالضبيعة الاكتبي القادم من ميدان الاحباب هنا مقدما تنبيه. المركز الثالث قدوم في هذه اللحظات من غزوة القادمة، ولكن التسلل هناك من الجانب الاخر من قمة محمد بن زايد بن محمد المنصوري القادم هنا بالفعل في هذه اللحظات احد ممثلين الغربية المنطلقين والمندفعين. المركز الرابع، غزوة القادمة علي بن سعيد بن سالم الزرعي. عزاوي القادمة على المركز الرابع، عزاوي علي بن سعيد بن سالم الزرعي. والمركز الخامس، في هذه اللحظات مشغلة القادمة حامد بن محمد بن بطي بن محمد القبيسي القادم هنا مع انطلاقة مشغلة. والمركز السادس، النقلة على المركز السادس، وتابع حضور في هذه اللحظات من شعار خليل بن سيف بن أحمد بن خريدة القادم هنا مع الحرة. وسابع المراكز من الجانب الآخر قدوم في هذه اللحظات من حظ سيب الراشد بن عبيد بن دغيش الاشتبي. وثامن المراكز وصلت في هذه اللحظات بروق القادمة غانم بن مسهر بن غانم المنصوري. وتاسع المراكز التدخلات في هذه اللحظات من سرابة علي بن سالم بن علي بن سليم الاكتبي. وعاشر المراكز، المركز العاشر اللي وصلت نوادر خميس بن فايل بن حمد الزرعي. هكذا هي النتيجة.
النتيجة. هكذا هو النداء الثاني للعشر المراكز الأولى. أتابع السيل الجارف من الشعارات القادمة من شعارات أبناء القبائل الحاضرة هنا على أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين. ولكن نعود إلى المركز الأول، أعود إلى التغيير من قمة اللي غيرته محمد بن زايد بن محمد المنصوري، من يقدم قمة على مقدمة هذه الأسماء. المركز الثاني من الجانب الآخر شعار المنازف على ثاني المراكز الشايبة القادمة بشعار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث التقدم هنا ياتي من مشغلة بهذه اللحظات حامد بن محمد بن بطي بن محمد القبيسي. والمركز الرابع وصلت بروق القادمة غانم بن مسفر بن غانم المنصوري. والمركز الخامس ما شاء الله تبارك الله على هذه التحديات الظبي، أول نداء للظبي ما يبنى لها طاري لهذه اللحظات. سلطان بن خليبة بن سلطان بن رشيد السويدي وصلوا هالجميرة، تحركوا هنا على أرضية هذا الميدان مع انطلاقة الظبي. سادس المراكز هنا التقدم من عزاوي القادمة علي بن سعيد بن سالم الزرعي، يقدم عزاوي على سادس المراكز. والتحديات والانطلاقات بنقول خلاص اقتربنا من لوحة الإعلان الألف والمئتين، وقارة قادمة بهذه اللحظات. قارة ما شاء الله سالم بن سعيد بن منانة الكتبي القادم شعار بن منانة في هذه اللحظات. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى شعار محمد بن زايد بن محمد المنصوري، من يقدم قمة على المركز الأول شعار هل الظفرة، من ينطلق هنا ويظفر حتى هذه اللحظات مع هذا الانطلاق. ولكن مشغلة القادمة هنا مع حامد بن محمد بن بطي بن محمد القبيسي الشايبة القادمة على المركز الثالث. من الجانب الآخر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري القادم هنا مع انطلاقة الشايبة. أتابع الشعارات القادمة، كذلك شعار بن زيتون يأتي هنا مع حلوة في هذا الانطلاق. محمد بن عتيق بن زيتون المهيري القادم، ولكن الصدارة قمة، الانطلاق هنا مع قمة محمد بن زايد بن محمد المنصوري، من يقدم قمة على المركز الأول. زمت هذا الانطلاق هنا مع انطلاقة قمة، مشغلة تحاول هنا في هذا الانطلاق في الأمتار الأخيرة. مشغلة حامد بن محمد بن بطي القبيسي، قمة على المركز الأول، قمة على الصدارة، ولكن مشغلة المحاولات هنا من مشغلة وقمة. وين السلام والتحدي هنا في هذا الانطلاق. ما شاء الله قمة شعار بوزايد ولا شعار القبيسي القادم هنا مع مشغلة اللحظات الأخيرة. قمة مشغلة تهانينا والناموس في هذه اللحظات. نبارك ونهني لمالكي مشغلة حامد بن محمد بن بطي بن محمد القبيسي، من قدم مشغلة في هذه الانطلاق. المركز الثاني وصلت قمة بشعار محمد بن زايد بن محمد المنصوري. المركز الثالث شعار محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. والمركز الرابع شعار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والمركز الخامس كذلك شعار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز. بقية المراكز نتركها إلى الزملاء وعودتنا مع التوقيت الزمني في هذه اللحظات وساعة وصول مشغلة وقمة إلى خط النهاية. 9:17 واربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك قمة محمد بن زايد بن محمد المنصوري على فوز قمة بالمركز الأول وبشوطنا العاشر في هذا التحدي والانطلاق. المركز الثاني وصلت مشغلة 9:17 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا
وناموس الحامد بن محمد بن بطي بن محمد القبيسي، والمركز الثالث ننتظر وصولها بهذه اللحظات 9 دقائق. 9 دقائق 20 ثانية وجزئين من الثانية اللي وصل لشعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاشتبي من قدم غنايم على المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل نجدد لكم التحية، وها هي انطلاقة